التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذا الرجل التوي دفن ولا بد أن نستشعر أنه إما الآن في عذاب أو نعيم، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، وربما يسمعنا وربما الآن يستأنس بجلوسنا، ويستغل الإنسان هذا الموقف بالدعاء له بالتثبيت كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كان بعض الصالحين إذا دخل المقبرة تقنع وبكى وقال ألا أني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الآن ميت وفي قبره، الله أعلم هل فرش له من الجنة وفتح له الآن باب إلى الجنة أو ضيق عليه ويأتيه من سموم النار وحر النار ودخان النار، الله أعلم. هل هو الآن يصرخ؟ هل هو الآن يصرخ ويصيح ويتمنى يعني أن يخرج من هذا القبر ويرجع إلى الدنيا كما قال الله جل وعلا؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كان عمر بن عبد العزيز إذا مر على المقبرة بكى، وهو الخليفة وهو الإمام وهو أمير المؤمنين، وفي يوم من الأيام جاء المقبرة وجثى على ركبتيه وبكى، قائم الليل يبكي، صائم النهار يبكي، قارئ القرآن يبكي، الزاهد يبكي، ماذا نفعل نحن؟ جلس عند المقبرة وبكى وقال في شعره أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر. في فرق، كلهم تحت الأرض، كلهم في هذه الحفرة، العظيم والحقير، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، كلهم تحت التراب. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر تروح وتغدو بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور. والله لو فتح القبر على رجل مات بعد يوم أو يومين فقط ورأيت وجهه كيف نخرته الديدان وكيف أحرقتها الأرض وكيف شوهه التراب ورأيت كيف أنتن وصار جيفة لعلمت حقيقة الدنيا. ضعوا خدي على لحدي ضعوه ومن عفر التراب فواسدوه وشقوا عنه أكفانا رقاقا وفي الرمس البعيد فغيبوه فلو أبصرتموه إذا تقاطت صبيحة ثالث أنكرتموه فلو أبصرتموه إذا تقاطت صبيحة ثالث. الواحد منا يجلس بالساعات يطيب وجهه ويحسن مظهره ويجمل شكله وتدفع الآلاف لتغيير خلق الله جل وعلا،
وإذا دخل هذه الحفرة عرف الحقيقة. فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. قل لي أول ليلة في قبري كيف سأنام، كيف سأرقد، ماذا سيحصل، من أنيسك، من جليسك؟ أسألك بالله لو جلست في غرفة مظلمة وأغلقت الباب على نفسك، أغلق الأضواء واجلس، هل تتحمل جلوسك في غرفة فارهة، غرفة مكيفة اجلس فيها ساعة بغير نوم، هل تطيق؟ كيف بحفرة تحت الأرض، كيف ستطيقها؟ من أنيسك، من جليسك، عملك إن كان صالحا فصالح، صلاة الفجر معك، الصدقات معك، الصيام معك، قراءة القرآن معك، أو نسأل الله العافية، الزنا والخنا وشرب الخمور، أنا عملك الخبيث، أنا عملك المنتن، فوالله ما علمتك إلا بطيئا في طاعة الله، طاعة الله تتثاقل سريعا إلى معصية الله. كان سفيان الثوري إذا دخل المقبرة بكى، وكان عثمان بن عفان المبشر بالجنة إذا وقف عند القبر بكى وابتلت لحيته، فيسأل رحمه الله رضي الله عنه لم تبكي عند المقبرة ولا تبكي إذا سمعت الجنة والنار، قال هذا أول منازل الآخرة، هذه البداية، هذا الرجل الآن بدأ في منازل الآخرة، وما ندري الحفرة التي بجنبه هل سيكون فيها أنا أم أنت، لو كنا نضمن متى نموت لهان الخطب، لكن المصيبة لا نعلم. فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. أخي العزيز، أخي الحبيب، هذا برزخ، برزخ يعني حاجز بين الدنيا وبين الآخرة، يرى الإنسان فيه مقعده، إما إلى الجنة وإما إلى النار. تسمعون الحديث إذا حملت الجنازة على الأكتاف صرخت، فإما أن تقول قدموني قدموني، وإما أن تقول يا ويلها أين تذهبون بها. جلس النبي عند القبر يوما صلى الله عليه وآله وسلم، جلس عند القبر يوما فإذا به ينكت بعود، والقبر لما يلحد يحفر الصحابة يحفرون، فقال لهم وهو يبكي: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. يا غافلا والموت يطلبه، وغشاوة الشهوات تحجبه، كم تضحك الدنيا لذي أمل، وبهارج النعماء تعجبه، حتى غدا في عشقها مثلا للناس في الأحداث تضربه، إخياء غي بباب مقبرة، وسل الملحد أين مركبه، وسل الملحد كيف مأكله قبل الممات وكيف مشربه، وسل الملحد أين ركبته بعد الفناء وأين مكتبه، وسل الملحد عن شبيبته عن عمره فيما يقلبه، ولما ترى خافي المتى بأما من الجبار والتقيه.